خليني اخد معايا على التليفون الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الدكتور جهاد الحرازين. اهلا بك دكتور جهاد. مساء الخير لك اخي يوسف ولكافة المشاهدين الكرام. مساء النور يا دكتور جهاد. دكتور جهاد يعني مش هقول لك طبعا كيف ترى كل هذه المجازر، اتمنى انك تكون لو كنت شفت معانا لسه من دقيقة كان في لقاء مع الكاتب الامريكي كريس هيدجس، واللي وصف انه ما تقوم به اسرائيل هو ابادة جماعية وتطهير عرقي، ده من ناحية. من ناحية اخرى اجد انه نتنياهو لا يتراجع بل بالعكس بيتوعد بالمزيد من التصعيد. كيف ترى هذا التوعد بالمزيد والتهديد بالمزيد من التصعيد، وكيف ترى الخطوات الأمريكية الأخيرة والتي لا زالت داعمة لهذا الكيان ماديا أو ماليا لوجستيا وسياسيا؟ يعني أولا بعد التحية لك مرة أخرى، ولكن قبل أن ندخل في دهاليز السياسة وتفسيرات ما يقوم به الاحتلال، أنا أؤكد على ما تفضلت به في البداية من حلقتك من أن الشعب المصري هو شعب كبير، شعب مضياف، شعب تشعر بأنك ليس في بلد غريب، وبأنك ليس بغريب بل أنت في بلدك الثاني بضيافة هذا الشعب الكبير وهذه القيادة الوطنية المسؤولة التي تحمل على كاهلها أعباء المنطقة بكل ما تعني الكلمة. الله يحفظك. أعود معك مرة أخرى إلى دهاليز السياسة وما يدور في الأرض الفلسطينية من حرب إبادة شنها حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي هي تدير ظهرها لكافة القوانين والاتفاقيات والقرارات الدولية غير آبها بالمجتمع الدولي أو بكافة النداءات أو الاستغاثات أو حتى البيانات التي تصدر من كافة المؤسسات. فقط نتنياهو لا يرى إلا نفسه ولا يرى إلا مصلحته الخاصة والشخصية. نتحدث عن أكثر من 37 ألف شهيد بالإضافة إلى أكثر من 77 ألف جريح ومصاب وأكثر من 20 ألف مفقود، أي بمعنى نحن نتحدث عن أكثر من 130 ألف ما بين شهيد وجريح ومفقود وجلهم من النساء والأطفال. وكأن بنك الأهداف الذي استخدمه نتنياهو هو الأطفال والنساء، وهذا يأتي في سياقات الحديث لمجموعة من الأهداف الخفية التي لم يعلن عنها نتنياهو صراحة، وإنما فقط أعلن عن مجموعة من الأهداف التي هي لم تتحقق على الأرض ولن تتحقق على الأرض من خلال الحديث عن إطلاق سراح الرهائن. ونحن شرفنا على اليوم 200 لهذه الحرب وهذا العدوان، وتحدث عن القضاء عن المقاومة وعلى الشعب الفلسطيني، ولازال الشعب الفلسطيني صامدا على أرضه. ولكن أهدافه الخفية كانت تتمثل كما وصف الكاتب الأمريكي بعملية التطهير العرقي وحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، لأن نتنياهو لديه فكرة أو لديه تفكير نابع من أيديولوجيا تبنتها الصهيونية الدينية التي هي شريك في الحكم الإسرائيلي، سواء من كلن بن غفير وسومتريش الذين لم يروا سوى أهدافهم وأهداف التطرف، والذين وضعوا مشروعهم الاستيطان والمشروع المتطرف الذي يرى فقط لا وجود لشعب فلسطيني ولا بد من القضاء على هذا الشعب إما بإبادته وإما بتهجيره. فشلت عملية التهجير ولذلك هو يمارس عملية الإبادة بحق الشعب الفلسطيني. ولكن الشق الآخر من التساؤل الذي تفضلت به حول الدعم الأمريكي لدولة الاحتلال المتواصل والمستمر، سواء على الصعيد اللوجستيات أو على صعيد صفقات الأسلحة التي هي متواترة ومتلاحقة دون أن تتوقف، حتى بعيدا عن الإجراءات العادية التي تتخذ من قبل الكونغرس الأمريكي والمصادقة عليه، وإنما تأتي كما نقول بالقرار المباشر أو بالأمر المباشر من قبل إدارة بايدن، بالإضافة إلى إقرار 26 مليار دولار لإسرائيل. وقبل ذلك كانت إدارة أوباما قد أقرت 36 مليار على مدار 10 سنوات لصالح دولة الاحتلال. كل ذلك نجده بأن الإدارة الأمريكية هي تحاول للحفاظ على ربيبتها في المنطقة التي تخدم مصالح الغرب بأسره. لذلك وجدنا بعد أحداث 7 أكتوبر انتفضت الولايات المتحدة الأمريكية وأرسلت قواتها وأرسلت أساطينها وأرسلت أسراب طائراتها، وكذلك بريطانيا والدول الغربية لحماية هذه الدولة. وخرج بايدن ليقول لو لم تكن دولة إسرائيل لعملت على وجودها، أي بمعنى أن هذه الدولة الربيبة
هي التي تخدم أهداف الاحتلال، أهداف الإمبريالية العالمية والاستعمار الأمريكي الذي أراد إعادة استعمار الشعوب، ولكن بطرق أخرى ومن خلال تغلغلات في داخل تلك المناطق باستهداف الدولة الوطنية. هذا من جانب. من جانب آخر، الإدارة الأمريكية وجدت بنفسها بأنها لا يمكن لها أن تتخلى عن إسرائيل، وقصة نحن في ظل سنة انتخابية شرفت على الأبواب في شهر نوفمبر القادم، هناك الانتخابات الأمريكية، كل الحزبين الديمقراطي والجمهوري يريدون أن يحظوا بأصوات اليهود أو بأصوات أو بدعم الإيباك واللوبي الصهيوني بداخل الولايات المتحدة الأمريكية. ولذلك وجدنا رغم حالة الخلاف المعلن ما بين إدارة بايدن وما بين نتنياهو، ولكن هناك دعم كامل لدولة إسرائيل بعيدا عن نتنياهو، والحفاظ على وجود دولة إسرائيل بكل ما تعني الكلمة. وكان التصويت في الكونغرس الأمريكي 399 صوت لصالح دعم إسرائيل بقيمة 26 مليار دولار، وفقط الذين اعترضوا 16 عضو وهم فقط من الحزب الديمقراطي، أي بمعنى أن هناك حالة تهافت من كلا الحزبين لدعم دولة إسرائيل. بالإضافة إلى ذلك نجد بأن إدارة بايدن تحاول زر الرماد بالعيون من خلال الحديث عن أنها تريد القيام بمجموعة من الإجراءات، بمجموعة من العقوبات التي تفرضها على مجموعة من المستوطنين تارة وعلى كتيبة من جيش الاحتلال تارة، ولكن إذا نظرنا إلى تلك العقوبات هي لا تغني ولا تسمن من جوع ولن تحرك ساكنا، لأن كما يقولون ترك رأس الأفعى وذهب إلى الزيل، ولذلك لم يتم فرض عقوبات ولم اتخاذ قرارات ضد بن غفير وسومتريش ونتنياهو الذين دعوا إلى هولوكوست جديد من خلال الدعوة لقيا حرق قرية حوارة وترمس عية والدعوة إلى الاستيطان وحرب الإبادة التي تشن على الشعب الفلسطيني وعمليات القتل والتدمير الممنهج الذي يمارسه الاحتلال بشكل كامل وبشكل كبير، بل يكافئ الاحتلال على تلك الجرائم بالمزيد من الدعم. ولذلك وجدنا المسرحية الكبرى التي جرت والتي حرفت الأنظار عما يجري في الأراضي الفلسطينية، وأطلقت يد المستوطنين وأطلقت طائرات الاحتلال ومدافعه لتنهش في اللحم الفلسطيني وتتغول في الدم الفلسطيني بشكل كبير، في مسرحية لم تكتمل أركانها بل كانت عبارة عن مسرحية جرت ما بين إيران وما بين إسرائيل. ولذلك وجدنا عودة الدعم وعودة الانتفاع. هنا هنا دكتور جهاد مهم جدا ان احنا نتساءل، ويمكن برضو على خلفية حوارنا مع كريس هيدجس، يعني هو لم يكن متفائلا على الإطلاق بشأن إيجاد حلول، ولكن ما الذي يمكن أن يؤدي إلى حلحلة للموقف في ظل إصرار وتعنت ووحشية من بنيامين نتنياهو ومجموعته؟ وأنا أصر على أنه كل هذه المجموعة هي من المتشددين والمتطرفين، ليس فقط حد زي سموتريتش أو غيره، لكن ما الذي نستطيع فعله حتى نصل إلى شيء من الحلحلة وفي ظل أنه الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة في هذا الدعم على كافة مستوياته؟ ما هي أفاق الحل؟ يعني أعتقد أولا لابد من السير بمجموعة من المسارات، وهو الأمر الذي عبر عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي في خارطة الطريق التي تحدث بها أمام قمة القاهرة للسلام التي عقدت بالقاهرة، والذي تحدث بها أمام القمة العربية الإسلامية وأمام مجموعة بريكس. وهذه الخارطة التي وضعت التي تتمثل أولا بضرورة وقف العدوان، وهذا يتطلب موقفا دوليا من قبل كافة الدول المجتمع الدولي، وعدم استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق النقض الفيتو في مجلس الأمن، وهذا يتطلب أن يكون هناك تهديدا حقيقيا للأمن والسلم الدوليين الذي نراه على أرض الواقع للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية. ولذلك هناك لابد من تشكيل لوبي عربي قوي قادر على أن يكون يحمل رسالة واحدة. هذا اللوبي العربي بقيادة كل من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية والسداسية العربية بأكملها مع بقية الدول العربية للوقوف ووضع المصالح على الطاولة، أي بمعنى المغامرة بالمصالح من قبل الولايات المتحدة الأمريكية مقابل دعم إسرائيل وكذلك من قبل الدول الأوروبية. هذا الأمر الذي يضع النقاط على الحروف
من خلال الضغط بهذه الوسائل بأن توضع المصالح على الطاولة فيما يتعلق أولا الأمة العربية بأسرها هي تريد تحقيق السلام وتريد أن يكون هناك سلاما واستقرارا في المنطقة بعيدا عن أي حروب قائمة. ولكن من الذي يجر المنطقة إلى حالة الانفجار؟ نجد بأن الاحتلال الإسرائيلي بمماراساته وبحكومات اليمنية المتطرفة هي التي تجر المنطقة بأسرها إلى عملية الحروب. نرى ما يجري في بما يتعلق بأمن الملاحة، نرى ما يجري من حالة تصعيد في كافة الدول العربية، نجد حالة الاستهداف الحقيقي للدولة الوطنية في الدول العربية وبروز مجموعة من الميليشيات التي هي تستهدف أو تريد النقر في الجسد العربي تحت مجموعة من المسميات التي بالأساس هي لا تخدم القضايا أو قضايا الأمة العربية، بل هي تجلب استعمارا غربيا إلى المنطقة بأسرها. للأسف. أشكرك جدا جدا دكتور جهاد الحرازين، المحلل السياسي الفلسطيني وأستاذ العلوم السياسية.